السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة دايما يا رب. النهاردة إن شاء الله أنا جايبة لكم مست من أشهر المستات اللي في فيكتوريا سيكريت، ومست مميز جدا ونزل منه إصدارات كتير قوي، وأنا جايبة لكم النهاردة منه إصدارين. جايبة لكم الإصدار الأصلي اللي هو بار فانيلا و بار فانيلا لاكريم، تمام؟ دول يعني من اجمل الاصدارات اللي سمعت عنهم. مبدئيا انا هبتدي بالمست عشان ما نتلخبطش، عشان نبقى عارفين، وهقول لكم الفرق ما بينهم. المكونات الرئيسيه بتاعته فانيلا طبعا، والتصنيفات بتاعته ناعم خشبي مسكي وعنبر. المكونات بقى الاساسيه بتاعته بيتكون من حاجتين، اتنين فانيلا واخشاب الكشمير بس كده. ريحه المست، انا عايزه اقول لكم احساسي من ريحه المست. المست شويه سن بودري، اللي هو ريحته على بودره شويه. انا من الناس اللي مش بحب الحاجات اللي على بودر خالص، لكن المست ده انا حبيت ريحه البودر فيه جدا، لان هي ريحه خفيفه وريحه مش المست كله اساسه بودر، فانا مش بحب العطور اللي هي اساسها بودر وبس، لكن ده في سنه بودر. وطبعا هو خشبي، الاخشاب عطياله يعني بصوا، عايزه اقول لكم ان اخشاب الكشمير من الحاجات الحلوه قوي، وكمان مخليه المست يعني عايزه اقول لكم هو سن من بعيد كده على بخور، بس حاجة ما تضايقش كده. يعني أنا مش بحب برضو ريحة البخور قوي، بس هي الأخشاب دايما بتنقلنا لفكرة يعني البخور والأخشاب اللي بتتحرق كده أو بصوا، بس هو مش كده خالص. هو طبعا في مسك عطيله أنوثة حلوة قوي، طبعا هو ناعم جدا مريح، بتحس إن هو مريح للأعصاب قوي. المسك ده بيفكرك بالأيام بتاعة البرد، وبيديكي إحساس كده إن أنتوا يعني لابسين جاكيت صوف كده مدفيكي، مع إن الإحساس ده مش بيتفق قوي مع إحساس البودر، لأن البودر بيدي رطوبة. لكن هم بصراحة أبدعوا في المست ده. المست ده طبعا شرقي أنثوي، شرقي أنثوي من الدرجة الأولى، شرقي جدا. المست أنا بقول إن هو ثابت جدا جدا. الناس اللي مش بتحب الحاجات الشرقي التقيلة هتحبه جدا، لأن هو فعلا يستاهل إن هو يتحب. الناس اللي بتموت في ريحة الفانيلا هتحب المست ده قوي، هيكون ده مست حظها وسعدها وهناها زي ما بيقولوا. يعني عايزة اقول لكم ان انا بحب المست ده قوي قوي قوي، ومن الحاجات المميزة بالنسبة لي، خاصة ان انا بحب ريحة الفانيلا وبحب كمان ريحة اخشاب الكشمير. وطبعا المسك ده حاجة جميلة جدا، يعني لما بتتحط في اي عطر بتخليه انثوي قوي وجميل وناعمة وحلوة قوي. بعد كده بقى ندخل على بور فانيلا لكريم او بير فانيلا لكريم. اللوشن ده غريب قوي، انا هقول لكم الاول مكوناته وبعد كده هقول لكم انا شم ريحته ازاي. خلينا نحط ده على جنب عشان البنات ما تتلخبطش. مبدئيا التصنيف بتاعه فانيلا وحلو وزهري ولاكتوني ناعم. المكونات الأساسية بتاعته فانيلا وحلوى الكاستر ونوتات زهرية زي الأوركيد. مبدئيا أنا عايز أقول لكم إن شكله أكتر من رائع يا جماعة. شايفين أنتوا الفخامة، شايفين أنتوا الجمال، شايفين أنتوا النعومة كده، تحسسك إن هو حاجة أنثوية كده من الدرجة الأولى. وطبعا ظاهرة الفانيلا مرسومة عليه زي ما أنتوا شايفين بالمنظر ده. بصراحة أنا عايزة أقول لكم إن أنا كنت هتجنن لما كنت بسمع، أنا بحب أي حاجة كريمي، أي حاجة ريحتها كريمي أنا بحبها جدا، ويا سلام بقى لما تكون فيها فانيلا فأنا بحبها وش يعني من الآخر. أنا كان نفسي قوي أجيب الإصدار بتاع لا كريم توش زي ما قلتلكو، وبصراحة أنا مبسوطة إن أنا جبت الإصدار الأصلي، علشان أنا دايما عندي إحساس وإن الإصدار الأصلي من أي حاجة بيبقى أحلى إصدار.
لكن بعد كده بيبقى ايه اصدار، الاصدار بقى بيبقوا مدخلين عليه نوت جديدة، فبيغير شوية من ريحة العطر. مبدئيا هو جميل جدا، وكمان اللوشن بتاعه بيرطب حلو، وكمان ثابت جدا، يعني ثباته حلو جدا. مبدئيا اللوشن ده انا اول ما بستخدمه، يعني انا عارفه ان انتوا هتندهشوا، والله انا عارفه، بحس بريحه نعناع. انا والله ما انا عارفه النعناع جاي منين، او يعني يمكن مش عارفه، بس انا متاكده ان انا بشم فيه ريحه نعناع، بس انا ما بحبش ريحه النعناع، لكن الريحه دي مش مضايقاني، الريحه كده منعشه شويه في البدايه. وعارفين انتوا يعني طعم البان التشيكلتس اللي هو الاخضر ده، يعني بحس ان هو في سنه منه كده، او يمكن مثلا سنه قرنفل، يعني هو حاجه كده منعشه كده شويه. الاحساس ده بيروح وبيختفي، وطبعا ظاهر جدا عندي ريحه الفانيلا. وفي الاخر خالص بيجي موضوع احساس حلوى الكاستر والنعومه بتاعت الكريم دي في الاخر خالص، يعني بعيد قوي. انا شايفه ان هم في اصدار لاكريم ده، انا شايفه ان هو، انت قلت ان هو لاكريم ما كانش ينفع تحط فيه نوتات زهريه زي الاوركيد مثلا، فانت مخليني مشتته في العطر، انت مخليني الريحه مشتته بالنسبه لي. انا مش عارفه هي دافيه ولا منعشه ولا فلوري ولا، يعني انتوا فاهمين انتوا الجو ده. فهي عايزه اقول لكم ان هي حلو جدا، بس غريب، مش هو ده الانطباع اللي انا كنت واخداه عنه. انا كنت متخيله حاجه كريمي كده، حاجه ناعمه من الاول للاخر، ملاقيش فيها حاجه منعشه، ملاقيش فيها حاجه فلوري باينه قوي كده، خاصه انك انت حكمت عليها ان هي لا كريم. يعني انا لو كنت حطيت انت النوتات الزهريه في بير فانيلا الاصليه كنت هتقبلها، علشان انت مش محدد ان هو لا كريم. فانا يعني بحمد ربنا بصراحه ان انا ما جبتش المست لا كريم، ومبسوطه جدا ببير فانيلا الاصلي، وده حلو مش وحش خالص، بس انا شايفه ان ده الاصدار الاحلى. انا مش قادره اصنفه بقى اذا كان مش معقول، يعني البار فانيلا الاصلي ولا بير فانيلا الاصلي ده يكون شتوي، واقول لكم ان بير فانيلا لا كريم ينفع صيفي، لانه هو بيدي شويه انتعاش. فاهمين انتوا يعني التداخل الغريب كده اللي مش فاهماه، بس الكريم ثابت جدا والميست ثابت جدا، وعجبوني جدا جدا. لكن ده كان غريب بالنسبه لي، نوتاته غريبه، انا حاسه ان حلوى الكاستر مش ماشيه مع النوتات الزهريه، مش ماشيه مع سنه النعناع اللي بحسها في البدايه، او سنه القرنفل. انتوا يعني عارفين حاجه منعشه كده، وانا كده قلت كل حاجه تخص المستات، هم حلوين جدا جدا. وبالنسبه للبنات اللي مزعليني وبيقولوا لي بترغي، والله انا بحاول انجز، بس انا بحاول اوصل لكم كل يعني الوصف، فطبيعي لازم ارغي. بس كده، لو ليكي اي استفسار اكتبي لي في الكومنتات، وما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.